سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم فيديو متنوع فيه يوم من حياتي غنقضيه اليوم. اليوم عندي بزاف الاشياء ما يتعملوا. اول حاجه نشارك معكم فطور كيف كتشوفوا، وجات من هنا مسمنات كنت شاهيتهم، قلت لها علاش لا ما نديرهمش. مده طويله ما درتهمش، عملتهم فقط اليوم الصباح، عملت مثل المسمنات، جاو لذات بزاف صراحه. وغنشارك معكم طاولة مائدة الإفطار مين كنكونوا جالسين مجموعين، مثلا السبت أو الأحد أو الأوقات يعني العطل الرسمية أو الأعياد. يعني هنايا غنوريكم طاولة عملت براد أتاي بطبيعة الحال، حطيتهم فيها الصينية ديال الأكسيو. أكسيو بصراحة نفعتني بزاف، المشتريات سبق لي عملته معاكم شحال مرة، بريريد ديال أتاي بالبراد المغربي اللي سبق لي شاركتهم معاكم في مشترياتي اللي جبتها من المغرب. وما نساوش الخليع كذلك عملته، خليع كذلك جبته من المغرب، عملته في الطويجنات ديال فاس. وهاد الديكور كذلك شاركتكم معاكم في المشتريات، جبته من مدينة مراكش الغنية عن التعريف والتقاليد فيها والصناعة التقليدية، تحية لهم بهذا المنبر. وهنا السيمنات حطيتهم هنا فوق من هاد الصينية تاع المرايا، كذلك اشتريتها من اكسيون طويجنات ديال الزاج غزالين بصراحة، جبت فقط اثنين ان شاء الله ناويين نجيب منهم مرة اخرى الا رجعت الا بقاو. حطيت فيهم الزيتون كذلك جبتهم من المغرب، الزيتون هنايا كنحطوه في المجمدة البنات راه كيبقى مزيان، ما كيطرالي حتى حاجة في الطعم ديالو، غير خليه يطلق على راحته. الفطور ديالنا هو هذا كيف كتشوفوا، نتمنى ينال اعجابكم. هنايا هاد الصينيه ديال اكسيو كيف كتشوفوا، عمرت هنا صواني اكسيو. اكسيو بصراحه زوين بصراحه، حطيت فيهم في هاد الكويسات كذلك جبتهم من المغرب، حطيت فيهم مربى الجبن املو واللبنه بهذا الشكل، المنظر كيجي فيه زوين وراقي بزاف. كذلك هنايا الراجل اللي حطيت له يعني عطيت كل واحد الصحن ديالو او الطويجن ديالو. وهاد السريبيتات اللي جاوني كادو هما بالطرز المغربي المعروف عن التعريف، يعني شي حاجه اللي برافو، يعني شي حاجه غزاله بزاف صراحه، برافو على الصناع التقليديين والحرفيين عندنا في المغرب. البطبوط كذلك اللي بغى ياكلو حطيته، والشوكولاته اللي بغى يعني فقط للزينه، وشويه الكعب الغزال كذلك جاتو معايا في المغرب كنحتفظ فيه في المجمد، وقت اللي كنبغي راه كنحطوه. كانت هذه المائده يعني العاديه متواضعه، حبيت نشاركها معكم. يعني ملي كيكون الواحد جالس في الدار كيحاول يغير، يعني هذا الشيء ماشي دائما كنديرو، ايامات الدراسه وايامات الشغل راه الواحد كيحط فطور يعني بسيط وسريع يعني باش يفطر، اما وقت الفراغ او وقت العطله راه كيحاول ينوع باش يهرس الروتين. وما نساوش العصير عملته بالموز والمانجا والكاكي، يا ربي الموز المانجا والعصير البرتقال وقليل من الماء وقليل جدا من السكر عصرتهم، وحصلت على هذا العصير المنعش. اتمنى وجبة الافطار وهذه الطاولة تنال اعجابكم البنات، وتكونوا استفدتوا بعد القليل يعني بالنسبه للاواني ديال الاكس وكيفاش يمكن لكم تستغلوهم. شي اشياء بسيطه يعني كنرجعوا طاوله تكون جميله وانيقه. من بعد ما فطرنا وسالينا كنت حالفه على واحد فالكيلر عندنا تحت، واحد غرفه كنحط فيها اغراض اللي ما كنبغيهمش اللي كيعمروا عليا الدار، تعرفوا الواحد ملي كيشري الحاجه كيبدا ينقص ديكورات واشياء بزاف، شي حوايج اللي خصهم يترمعوا وشي حوايج اللي كيكونوا باقي مزيانين، ولكن لانه الانسان دائما كيبقى يشتري يعني ما كاينلاش يبقاو يعني بزاف، خصوصا اللي كيبقى يغير مره. عملت حملة تنظيف يعني بقيت فيها بصراحة مدة طويلة، جمعت الأشياء اللي غادي نرميها والأشياء اللي غادي نعطيها، نحطها تصنفي شينكن في واحد الموقع سميتو اليو اي باي، كنحطهم تصنفي شينكن اللي بغاهم كيجي ياخذهم. بالنسبة للملابس شفت اللي مزيان خليته نعطيه، واللي ماشي مزيان راه غادي نلوحو بطبيعة الحال. المهم حاولت جمعت الروينة بزاف، يعني كانت عندي بزاف ما يدار بصراحه، يعني كانت عندي كنت كنهز ونحط وننزل، هادو غبيت نعطيهم تا نحطهم في تصنفي شينكن. كتبوا لي شي ناس صراحه في هذا الوقت كنهضر معاكم، والله جاوبتهم قلت لهم يجي لو بغاو يجيو ياخذوهم كنصورهم وكنحطهم. هاد البريردات ما عرفتش غندير بيهم، جبت واحد البرودوي من المغرب
قلت نجربهم كي عجبوني بصراحة، كنت غادي نحيدهم ولكن قلت نخليهم مرة مرة، لو بغيت نشرب فيهم نشرب فيهم اتاي ولا كان نحطهم، ما بغيتش نلوحهم بصراحة. وهادشي كلشي غادي نحيدو كيف كتشوفوا يعني، ومازال كاين الخير، هادشي فقط القليل يعني، مرة مرة غنحاول ننزل ونحيد اللي بغيت نخلي، اللي ما بغيتش غنحيدو، خصوصا اغراض بنتي. تعرفوا الوليدات مي كيكبروا يعني كيبداو يعني بزاف الملابس واشياء البيبي، كل شيء داكشي باغا نتخلص منه ان شاء الله. من بعد ما ساليت تدروينه كامله، درت واحد الغداء اللي بسيط، خصوصا طلعت وانا عيانه بصراحه، تهلكت مع التحت بصراحه بالملجأ. درت واحد الاوكله بغيت حبيت نشاركها معاكم، هاد لاصوص رامزوس يلا اكتشفته وراه ليا، وراه ليا شي ناس. المهم درت الدجاج او اللحم اللي بغيتو، كتحاولوا تقليهم في الزيت جيدا، من يقربوا الاستواء كتحطوا فيهم هاد الزوسي، كاتبين فيها المكونات كل شيء مع الماء، راه كتجي غساله البنات، سهله سهله بزاف، كتلوحوها فوق اللحم. اللحم مهم ضروري تسلقوه يا تقليوه، على حسب ما كانش كيطيب بزاف حاولوا تسلقوه مثلا طريفات ديال اللحم. من بعد كتوضعوا هاد الصوصي الزلازوص فيها كل شيء يعني، ما توضعوا حتى حاجه، حتى اللحم حتى الملحه ما توضعوهاش، وكترافقوها مع الارز بطبيعه الحال. هنايا حبيت نعمل سلطه، سلطه الخضار ضروري. هنا عندي سلطه مشكله فيها الجرجير وفي انواع السلطات، كتجي بحال ما هكا مخلطه، شويه الخيار شويه مطيشه الفجل وحبتين من الجزر. وغنقوم بعمل سلطه متنوعه ان شاء الله اللي غنشاركها معكم، غنحاول نحك هذا الخيزو او الجزر، ومن بعد غنكمل هذه السلطه غنوري لكم من بعد. من بعد ها هو الرز من طاب، سبق لي شاركته معكم بزاف المرات كيفاش تحصلوا على رز يكون ماشي معجن بزاف المرات، الا بغيتو تشوفوا في الفيديوهات غنحاول ننزل لكم الروابط في صندوق الوصف. غنحط كل واحد في الصحن ديالو الارز مرافق مع هاد قطع الدجاج مع هاد لاصوص رائعه بصراحه، مع الفطر كذلك حطيت فيه فطر كان عندي وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. مثلكم هاد الصلصه كذلك تعملوها فقط من البيت، الا حبيتوا نعمل معكم هاد الصلصه بالبيت فقط كتبوا لي في التعليق، الا ما متوفرينش على هاد رامزوسي بكل بساطه يمكنكم تعملوها بالبيت بمكونات اللي بسيطه، فقط كتبوا لي وان شاء الله لبلكم طلبكم. كنحاول نحط كل واحد صحنه، بنتي كذلك. هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا، اكله خفيفه سريعه يعني ما كتاخدش حتى ربع ساعه، كتكون وجبه الغداء جاهزه. هذه كفكره بالنسبه للناس اللي خدامين واللي ما عندهمش الوقت، يعني كتوقع اوقات ظروف باش كتوقع في ظروف صراحه. وهذه هي وجبه الغداء كيف كتشوفوا، سهله سريعه خصوصا المحبين هاد الوجبات السريعه، حبيت نحطها لكم يعني ماشي دائما وجبات اللي كتاخذ وقت طويل كيبغي الانسان. نتمنى تنال اعجابكم، غنيه بالبروتين النشويات كلشي كلشي الخضار يعني الفيتامينات كلها يعني متنوعه بسيطه ولكن غنيه يعني كتفيد الجسم ديالنا. نتمنى تنال اعجابكم هاد الوصفه. تغدينا وارتاحينا يعني في العشيه، دائما كنحاول اي حاجه عندي في الثلاجه كنخرجها في الخزانه، الاكل اللي كنحط اي حاجه، وكنعمل يعني شي تشكيله كنجلسوا عليها كنفكروا عليها. يعني هنا ما عملتش لا كيك ولا اي شي تحلايه، داكشي اللي عندي في الدار هو اللي غادي نديرو غتشوفوا ان شاء الله. هنا عندي شويه الكعبه حطاها في الثلاجه جبتها، وهنا شويه الحلويات، هذا ديال الارز الجديد هذا بصراحه، هذا بيو سبق لي شاركته معكم. عجبت حبه موزه كيف كتشوفوا، هو هذا كنقطعوا على نصفين باش نحطو في الصحن اللي غادي تشوفوا ان شاء الله، صحن التقديم صحي وزوين للوليدات ياكلوه. انا كنقول بنتي ياكي شبس، هذا مدايره له هو شبس ديال الرز طبيعي 100%، تمر ضروري اللي ما يخطانيش في البيت. حبه موزه حبه برتقانه وتفاح وفريز، يعني اي حاجه عندي راه كنجبدها. هنا جبت من المجمد هذا فيند بويتل، الا نطقته صحيح، كيتحط في المجمد الله اكتشفته،
شفته عند عائلة زوجي، ما كنش كنشري بصراحة، وشفته فيه العلامة خضراء يعني طبيعي، ما فيش مواد دسمة او مواد يعني فيها لحوم او يعني شغلات اللي محرمة، يعني هذو ما فيش شي حاجة اللي يعني ما غاديش تكال. هو بحال الكلير كيجي كيغزال بصراحة، كيجي زوين فيه نكهات الشوكولاتة او الفراولة، كذلك كيتعمل في البيت. يعني هذا يعني تحلايه فرنسيه كنظن راه كتعمل في البيت، راه ساهله. المهم قطعت حبه البرتقال، وغنحاول نعملها تزيين خفيف كيف كتشوفوا، يعني تزيين على حساب الذوق كل واحد فينا، يعني كل مره اشنو كندير وكل مره على حساب شنو عندي. بالنسبه لي احنا من كنت غدا وما كنبقاش نعمل وجبه غداء مره، وجبه يعني كسكروط الخبز واتاي داكشي، لا فقط كنعمل هذا الشيء اللي كيف كتشوفوا تحلايات اللي خفيفين، او جزر كنديرو حتى هو كنقطعو بواحد الطريقه الا حبيتو نشاركها معكم. يعني فقط اللي بغى شي حاجه كياكلها راه كيمشي يدير ساندويشه وصافي. يعني عندي وجبه اللي كنطيبها في النهار هي وجبه الغداء الرئيسيه، ووجبه الفطور كيف شفتوها معايا، وفي الاخير كالعشيه بحال ما كجوي 6 7 8 يعني حتى الليل، على حساب الا كانش الخدمه الغد ليه ولا هكا، راه كنسهروا مزيان. كنحط فقط هاد الفواكه وانواع الحلويات اللي عندي صافي، اللي بغى ياكل شي حاجه راه كياكلها. اغلب الاوقات كناكلو فقط فاس غير هاد الشيء، خصوصا كنتغداو حنا شويه متاخر. زينت هاد الصحن صراحه زوين، فيه طبقات كينفع، يعني صحن واحد كتعملي فيه كل شيء، يعني بصراحه كنحسو زوين وكيجي في المنظر غزال. هذا هو الشكل النهائي الحبيبات ديالي كيف شفتو. حطيت الكعبه من الفوق مع التمر بطبيعه الحال، لتحت حطيت هذا الارز، الثمن ديالو بصراحه جد مناسب للوليدات، يعني احسن من 100 مره شيبس. وهذا الفيند بويتل هذا بحال كلير، يعني كل بلد وشنو كيسميه. وحبه الموزه قسمتها كيف كتشوفوا بهذا الشكل، وقدمناها بالصحه والراحه. ضروري كويسات هيك كنعملو في العشيه في مع السهره، وكنقدم لكم هذا الصحن الفواكه لكم كاملين البنات. نتمنى الامسيه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، يعني شي حاجه اللي بسيطه وخفيفه، يوم من حياتي كيف قلت لكم، يعني دوزتها فقط في البيت. يعني حبيت نصور لكم مقتطفات منها، يمكن لكم تستافدوا من بعض الاشياء وتعجبكم، وتشوفوا كيفاش كندوز ايامات نهاري، كل نهار ونهار، وكيف كنقول لكم دائما يعني كل نهار ورزقه كل نهار وشنو كيكون. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم البنات، وتشجعوني بالتعليق ديالتكم الزوينه والرائعه اللي كتخليني نعطي اكثر واكثر. بصراحه انا بصراحه باقا في اليوتيوب فقط على قبل البنات اللي كيشوفوني دائما. صراحه كنشكركم بزاف بزاف البنات اللي دائما كيشوفوني وكيعلقوا ليا، سواء هنا سواء في اليوتيوب سواء في الفيسبوك او سواء في الانستغرام. بهذه المناسبة كنقول لكم اللي باقي ما شاركش معي في الانستغرام مشترك كذلك باسم بيتي مملكتي، كنحط يعني يومياتي مرة مرة علاش لا، وكذلك باش نتواصلوا. كيف شفتوا هذا اللي جبته معايا في المغرب، هذا حطيته فقط ديكور، هذا ديال المرشة ديال البخور. المهم هذا هو نهاري بكل بساطة بكل تواضع، نتمنى يكون نال اعجابكم. والان بلا ما نطول عليكم نخليكم في امان الله، والى اللقاء فيديو قريب بحول الله. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال صخامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال صخامي، كيف نبقى حيور وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة. Thank you.
عملت صباف عدايا قامور كل واحد دار مقامور مهجتي وضحاب حسامو مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدار.